السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل يا شباب إن شاء الله اليوم المحاضرة أو اللقاء الرابع، ونص المحاضرة تقريبا هو استكمال للموضوع اللي بدأناه في المحاضرة الثالثة أو اللقاء الثالث. في المحاضرة الثالثة أو اللقاء الثالث احنا ابتدينا نقول نقطة البداية للمحاسبين لكي يسجلوا العمليات اللي بتتم في الشركات ان هم يحللوا كل عملية الطرفين. الطرفين دول لهم تأثير على معادلة مهمة جدا في المحاسبة بيطلق عليها المعادلة المحاسبية. هبدأ المحاضرة بمثال نسترجع فيه أو نأكد عليه بعض المعلومات الخاصة بالمحاضرة رقم 3، يعني عشان نأكد لبعض على بعض المفاهيم يعني، ونأكد على معلومة تانية إن أنا في الاختبار مش هجيب لك التمرين يحتوي على 9 عمليات، أنا هجيب لك عملية وعملية في كل نقطة. يعني مثلا اقول لك شراء الات على الحساب يبقى ده سؤال، سداد رواتب يبقى ده سؤال تاني. ما بنجيبش التسع عمليات او العشر عمليات في سؤال واحد. فعلى قد ما انت مذاكر على قد ما انت بتجاوب. فمثلا في التمرين ده بقول لك في شخص اسمه كريم فتح مكتب استشارات قانونية في اول يناير 2015، وخلال الشهر حدثت العمليات التالية. اول عملية بيقول لي استثمار مبلغ 50,000 ريال نقدا من امواله الخاصة في المكتب. احنا اتفقنا من المحاضرة السابقة او اللقاء السابق ان كل عملية هيبقى لها طرفين. طب ازاي احدد الطرفين؟ ان انا استنتج او استخرج من العبارة اللي امامي كلمات يصلح انك تصنفها اصل او التزام او رأس مال. فلما نيجي نقرأ العملية الاولى تاني بيقول لي استثمار مبلغ 50,000 ريال نقدا، او النقدية طرف لانها احد الاصول. طب فين الطرف الثاني؟ دايما كلمة استثمار بتساوي كلمة رأس المال. ليه؟ لما انا اقول لك دايما انا استثمر رأس مالي، اقول لك انا استثمرت رأس مالي، يبقى دايما كلمة استثمار هتبقى مرادفة لكلمة رأس المال. طيب رأس المال طرف والنقدية طرف، اتفقنا ان انا لما اقول لك اسست مكتب اسست شركة العملية دي ما تفكرش فيها، تقول على طول ان رأس المال زاد والنقدية زاد. يبقى الطرفين هما النقدية وزادت، ورأس المال زاد ب50,000 ريال لأن اتفقنا الطرفين لازم يكون لهم قيمة واحدة. سداد مبلغ 1,000 ريال نقدا، خلي بالكم يا شباب واحنا بنقرأ العبارات احنا بنقرأ العبارات من وجهة نظر شركة. يعني لما اقرأ العبارة تاني اقول الشركة سددت 1,000 ريال نقدا ايجار المكتب. ليه؟ عشان لما اقراها كده ان الشركة سددت 1,000 ريال نقدا اقول يبقى النقدية اللي في الشركة نقصت، يبقى هي الطرف الاول. واحنا متفقين من المحاضرة السابقة ان اي مصروف
زي مصروف الإيجار ينقص رأس المال بتاع الشركة، يبقى الطرف الثاني رأس المال هينقص بمقدار 1000 ريال. في رقم 3 بيقول لي شراء معدات مكتبية، وأنا جالس في الاختبار مش عارف معدات مكتبية يعني إيه، مش قادر أعرف، خليك تتصرف بمرونة. يعني إيه بمرونة؟ لما أجي أقول لك أنا اشتريت سيارة، أنت عرفت السيارة بقت ملكي، اشتريت مبنى، أنت عرفت المبنى بقى ملكي، اشتريت آلة، أنت عرفت الآلة بقت ملكي، وبالتالي لما أجي أقول لك شراء معدات مكتبية وما أنتش عارف مكونات المعدات المكتبية، تقول المعدات المكتبية أحد الأصول، ولكن المقصود بالمعدات المكتبية أجهزة الحاسب الآلي. الدباسة، الأشياء اللي بتستخدم داخل المكتب. إذا لما أقرأ وأقول شراء معدات مكتبية أقول يبقى هو بيكلمني على أصل، زيه زي المباني، زي الأراضي، زي الآلات. وطالما إن هو بيقول الشركة اشترت معدات مكتبية يبقى هذا الأصل زاد، يبقى الطرف الاولاني معدات مكتبية وزاد بمقدار 9000 ريال. اتفقنا في المحاضرة السابقة لما يقول لي الشركة هتسدد كمان 30 يوم يبقى هو بيقول لي الشركة هتسدد على الحساب. فلما اجي اقول لك في الاختبار شراء معدات مكتبية بمبلغ 9000 ريال على الحساب، يبقى معناها ان ديون الشركة زادت. بس اتفقنا في المحاضرة السابقة ان احنا ديون الشركة او التزاماتها لازم نسميها، نعطيها مصطلح، فقلنا هنسميها حاجة من الاثنين، يا كلمة موردين يا كلمة دائنون، يعني كلا المصطلحين مترادفين تقدر تستخدم اي واحد فيهم، بس لازم تكون عارف الاثنين عشان الصياغة في الاختبار. يبقى لما يقول لي شراء معدات مكتبية ب9000 ريال على الحساب، او المعدات المكتبية اصل وزاد ب9000 ريال، ده الطرف الاول. طب مين الطرف الثاني؟ عشان هندفع على الحساب يبقى ديون الشركة زادت، يبقى الموردين هم الطرف الثاني وزاد ب9000 ريال. رقم 4 بيقولي تحصيل مبلغ 6000 ريال نقدا قيمة خدمات قانونية مقدمة للعملاء. قيمة خدمات قانونية مقدمة للعملاء، يبقى لما اقراها بقى اقول الشركة حصلت 6000 ريال نقدا، يبقى النقدية لدى الشركة زادت ب6000 ريال وده الطرف الاول. اتفقنا في المحاضرة السابقة لما يقول لي قيمة خدمات قانونية مؤداة للعملاء يبقى هو بيتكلم على اتعاب، واتفقنا في المحاضرة السابقة ان الاتعاب بتزود لي رأس المال، يبقى اقول الطرف الثاني هو رأس المال وزاد. طيب في 5 بيقول لي شراء لوازم ومهمات، وانا مش عارف يعني ايه لوازم ومهمات. اللوازم والمهمات اللي هي العدد الصغيرة، ده اصل من اصول الشركة. اقول يبقى اللوازم والمهمات زادت ب500 ريال، وعشان على الحساب يبقى الديون اللي على الشركة زادت، هنسميها الموردين. يبقى رقم 3 مثل رقم 5، ما
بس في رقم 3 بنتكلم على معدات مكتبية، ورقم 5 لوازم مهمات. في 6 بيقول لي سداد مبلغ 300 ريال نقدا. يبقى النقدية لدى الشركة نقصد ب 300 ريال، ويبقى ده الطرف الأول. قيمة إعلانات خاصة بالمكتب اللي هي زي اللوحة أو الإعلان اللي بيبقى على المبنى من الخارج، ده بنقول عليه مصروف الإعلان. وأنا عارف إن أي مصروف بينقص رأس المال، يبقى الطرف الثاني هيبقى رأس المال ونقص. 7 تأديب خدمات قانونية، يبقى بيتكلم على أتعاب، والأتعاب بتزود رأس المال، يبقى ده الطرف الثاني، يبقى ده الطرف الأول وبيزود رأس المال بمقدار 5000 ريال. بس قال لي على الحساب، خلي بالك من رقم 3 ورقم 7، كليهما في لفظ على الحساب. بس في رقم 3 بيقول لي ايه، الشركة اشترت معدات مكتبية وهتسدد الثمن بعد شهر، بعد شهرين، بعد 3، بعد 4، فبنقولها على الحساب. يبقى الديون اللي على الشركة زادت فهنسميها موردين. انها في رقم 7 العكس. في رقم 7 بيقول ايه، ادينا خدمات قانونية، يبقى بيتكلم على اتعاب. الاتعاب قيمتها 5000 ريال، زودت رأس المال بس على الحساب. يعني ايه على الحساب؟ الزبون او العميل هيسدد لي في المستقبل، يبقى ده شيء ملك الشركة، هنسميه العملاء او نسميه المدينين. يبقى الطرف الثاني هنا هيبقى المدينين او العملاء. يبقى الاتعاب هتزود رأس المال ب5000 ريال، وعشان احنا هنقبضها من الزبون في المستقبل او من العميل في المستقبل، يبقى العملاء كاصل من اصول الشركة هيزيد ب5000 ريال. خلي بالك من الملاحظة القادمة لانها ما اتقالتش في المحاضرة السابقة. لما انا بيبقى عندي شركة وانا بمتلكها، فلما اخد مبلغ من الخزنة بتاع الشركة 1000 ريال مثلا واسددهم مصاريف ايجار الشركة، اقول عليه مصروف ايجار لانه متعلق بنشاط الشركة. لما اخد 300 ريال من الخزنة وادفعهم لجريدة عشان نعمل اعلان فيها، اقول عليه مصروف الاعلان. يبقى المبالغ اللي تنفق لممارسة نشاط الشركة بنقول عليها في المحاسبة مصروفات، بس بنسميها بقى مصروف ايجار، مصروف اعلان، مصروف رواتب، مصروف مياه، مصروف كهرباء، مصروف تليفون. ولكن في بعض الاحيان انا كصاحب شركة بحتاج اخد مبلغ من الخزنة بتاع الشركة عشان اصرفها على المنزل. يعني ايه اصرفها على المنزل؟ اسدد بيها مثلا مصاريف الدراسة لاولادي، ادفع ثمن جوالات اشتريتهم لهم، ادفع لهم ثمن رحلة. المبالغ اللي انا اسحبها من الشركة عشان انفق بيها على اغراض شخصية يعني خاصة بالمنزل بتاعي، لازم نسميها في المحاسبة مسحوبات شخصية. اوعى تسميها مصروف، يعني اوعى تقول عليها مصروف مسحوبات شخصية، اوعى تقول عليها المصروفات، لا سميها بنفس المصطلح اللي هو منطقه، مسحوبات شخصية. ما
ما تحطش جر المصطلح ده كلمة مصروف أبدا. خلاص؟ ولكن وانت بتقول أثرها على المعادلة المحاسبية عاملها معاملة المصروف. يعني ايه؟ كل المسحوبات الشخصية تنقص لي رأس المال. يبقى لو جيت لك في الاختبار قلت لك مسحوبات شخصية بتنقص رأس المال، قول العبارة صح. يبقى لما اجي رقم 8 هو سحب 2000 ريال نقدا، يبقى النقدية لدى الشركة نقصت ده الطرف الأول لمقابلة مصروفاته الشخصية. يبقى المصروفات الشخصية اللي هي المسحوبات الشخصية هتنقص رأس المال، يبقى رأس المال هو الطرف الثاني ونقص. تفعى زي رقم 2 أو رقم 6 اللي هي مصروفات، فبيقول لي سدد مصروفات رواتب ومياه وكهرباء وتليفون، يبقى النقدية هتنقص ب 2500 والمصروفات دي هتنقص لي رأس المال. الهدف كان من السؤال ده ان انا أأكد كمان كمثال اضافي على المثال في المحاضرة السابقة. احد الاشياء اللي ممكن اسألك فيها في الاختبار في الجزئية دي في المقرر، مش احد الاشياء اللي هسألك فيها، هو هسألك فيها ان انا اقول لك عدي لي قوائم مالية. طب السؤال يجي ازاي؟ وانا بشرح السؤال امامك ما تسرحش مني وتقول هو ازاي هتجيبه لي في الاختبار، انا بعد ما اشرحه هقول لك. فممكن اجي لك في الاختبار اقول لك فيما يلي الارصدة اللي هي القيم المستخرجة من دفاتر احدى الشركات عن السنة المنتهية في 31/12/2015. قبل بس ما اكمل يا شباب، فضلا لا تنظر لاختباراتي في الفصول الدراسية السابقة، والله الاختبار بيبقى وليدة لحظتها، يعني لحظة ما هضع الاختبار لحظة ما هتبقى الأسئلة. اللهم بلغت فاللهم فشلت. ممكن اجيب لك مثال زي اللي امامك واقول لك مثلا فيما يلي البيانات المستخرجة من دفاتر احدى الشركات عن السنة المنتهية في كذا اللي هو 31/12/2015، واعطي لك جدول عمود للبيان وعمود للقيمة. المطلوب في السؤال اقول لك عدي لي القوائم المالية عن الفترة المنتهية. احنا بنعرفك في مقرر المبادئ ازاي تعد ثلاث قوائم اساسية، ازاي تعد قائمة الدخل، قائمة حقوق الملكية، وقائمة المركز المالي. طيب بداية تفكيري ان انا اعدهم ازاي، هنظر في عمود البيان، وكل اسم في عمود البيان استخدم المحاضرة رقم 2 عشان احدد هو الاسم ده ينتمي الى اصول الشركة، يعني ممكن اقول عليه اصل ولا التزام ولا هو احد الاتعاب يعني بايراد، ولا هو مصروف، ولا هو مسحوبات شخصية، ولا هو رأس مال. فهتنظر مثلا في عمود البيان في التمرين اللي امامك هتلاقي عندك نقدية واراضي ومباني والات وعملاء كلهم ينتموا للاصول، المواردين التزامات، اتعاب خدمات واتعاب تدريب دي ايرادات، رواتب واجور دعاية واعلان وايجار وانارة وادوات كتابية كلها مصروفات. ليه بنقسم التقسيمة دي؟ لان بناء على التقسيمة دي هنقدر نقول ايه اللي هيدرج، يعني هيذهب لقائمة الدخل، وإيه اللي هيذهب لقائمة الميزانية، وإيه اللي هيذهب لقائمة حقوق الملكية.
أول قائمة لازم تعدها هي قائمة الدخل. طب هتعدها ازاي؟ قلنا في المحاضرة رقم 2 ان قائمة الدخل بنضع فيها حاجتين، ايرادات الشركة ومصروفاتها. فانت لما تنظر للتمرين اللي امامك ايرادات الشركة هتلاقي اتعاب الخدمات واتعاب التدريب، ومصروفاتها من اول رواتب والاجور الى الادوات المكتبية، الى الادوات المكتبية. فاروح واخدهم وعامل بيهم جدول، الجدول ده هسميه قائمة الدخل عن السنة المنتهية في كذا، اللي هو 31/12/2015. هبدأ احط ايدك في الجدول ده، لابد انك تبدأ بالاتعاب اللي هو الايرادات. فهتنقل من التمرين اتعاب خدمات استشارية، اتعاب تدريب، وتسجل دار كل اسم قيمته اللي معطى، وتجمعهم وتسمي المجموع اللي هو 450 ألف ريال مجموع الأتعاب. خلصت الخطوة دي في نفس الجدول هتروح كاتب المصروفات وناقل المصروفات المعطى، رواتب وأجور، دعاية وإعلان، الإيجار، الإنارة، الأدوات المكتبية. وجار كل مصطلح هتكتب قيمته المعطى وتجمعهم، اللي هو المصروفات هيبقى مجموعهم 305 ألف ريال. نكمل يا شباب. بعد ما تنقل كل اسم مصروف زي الرواتب والدعاية والإيجار والإنارة والأدوات الكتابية، هتكتب جار كل اسم القيمة المعطى بتاعته. بعد ما تجمعهم على الأقل حسبة المجموع ده اللي هو 305 ألف هنسميه مجموع المصروفات. النقطة اللي جاية بقى اللي تهمنا للاختبار، بعد ما تكتب مجموع الإيرادات اللي هم 405 ألف ومجموع المصروفات اللي هم 305 ألف، امسك الآلة الحاسبة واطرح الأتعاب ناقص المصروفات وليس العكس. خلي بالك من النقطة دي، هتطرح الأتعاب ناقص المصروفات وليس العكس. إذا طلع الناتج موجب، يعني 145 ألف كده على الأقل حسبة موجب، سميهم صافي ربح. طب إذا طلع الناتج بالسالب سميه صافي خسارة. يبقى أنا ممكن أجيب لك نفس التمرين بنفس بياناته الكتيرة، بس أطلب حاجة واحدة، أقول لك هو مقدار نتيجة أعمال الشركة إيه؟ يعني الشركة محققة صافي ربح ولا صافي خسارة؟ فهتنظر لبيانات التمرين المعطى وتحدد منها الأتعاب وتحدد منها المصروفات اللي هي معطى أمامك، وتجمع الأتعاب وتجمع المصروفات، وتروح ماسك الآلة الحاسبة كمان مرة وقايل مجموع الأتعاب ناقص مجموع المصروفات إذا طلع الرقم موجب، يبقى تختار الإجابة اللي اسمها صافي ربح ب 145 ألف ريال. طب لو الرقم طلع سالب هتختار الإجابة اللي اسمها صافي خسارة. خلاص شباب، هقرر كمان مرة وهتلاقوني بقرر الكلام ده كتير، فضلا لا تنظر لاختبارات السابق، اللهم بلغت فاللهم فاشهد. نكمل. طب قائمة الدخل ممكن نعدها ونضع فيها أشياء أخرى غير الإيرادات والمصروفات؟ لا. طب نهايتها بتبقى إيه؟ إن أنا أحصل، يعني أستنتج رقم صافي الربح. بعد ما بتخلص قائمة الدخل المفروض بتاخد صافي الربح اللي أنت حسبته
اللي هم 145,000 ريال، وتنظر للمعطى كمان مرة، يعني بص في عمود البيان اللي في التمرين هتلاقي فيه في الآخر مسحوبات شخصية ورأس المال أول فترة، هعمل بيهم ايه؟ هاخد البندين او العنصرين دول واعد بيهم قائمة حقوق الملكية. يبقى انا هيبقى في يدي كام رقم؟ صافي الربح اللي انا حسبته، ورأس المال اول فترة المعطى، والمسحوبات الشخصية. طب بنعد قائمة حقوق الملكية ازاي؟ معادلة، ومعادلة بسيطة جدا. المعادلة بتقول ايه؟ رأس المال أول الفترة زائد صافي الربح. رأس المال أول الفترة زائد صافي الربح يساوي المجموع ناقص مسحوبات شخصية ب60,000 ريال يساوي رأس المال آخر الفترة. ممكن اروح اعمل لك سؤال تاني في الاختبار، اقول لك مثلا اذا علمت ان رأس المال اول فترة 500 ريال، صافي الربح 100 ريال، يبقى المجموع 600، مسحوبات شخصية 200 ريال، اذا صافي الربح، اذا رأس المال اخر الفترة يساوي، يبقى المفروض تقول على الاقل حسبة 500 ريال اللي هم رأس المال اول فترة زائد صافي الربح 100، يبقى الاجمالي 600 ناقص مسحوبات شخصية 200، يبقى الصافي 400 اللي بنسميه رأس المال اخر الفترة. طب هل قائمة حقوق الملكية بنضع فيها شيء غير كده؟ يعني بنضع فيها عناصر غير رأس المال أول فترة وصافي الربح والمسحوبات الشخصية ورأس المال آخر فترة؟ لا. يعني لو جيت قلت لك في الاختبار رصيد المباني يضرب في قائمة حقوق الملكية، خطأ. ليه؟ قائمة حقوق الملكية يضرب فيها رأس المال أول فترة وصافي الربح والمسحوبات الشخصية ورأس المال آخر فترة. أو جيت في الاختبار قلت لك قيمة المسحوبات الشخصية تدرج في قائمة الدخل، تقول لي العبارة خطأ لأنها بتدرج في قائمة حقوق الملكية. فزي ما كنت بكلمك في اللقاء السابق، المحاضرة الثالثة والرابعة والخامسة مهمين جدا بالنسبة لنا، سواء في الاختبار أو في المقرر أو ليك أنت في المحاسبة بصفتك متخصص محاسبة أو تخصصك إن شاء الله محاسبة. طيب بعد ما عدينا قائمة حقوق الملكية فاضل لي قائمة المركز المالي. لما ترجع كده لرأس التمرين تلاقي كان عندك عمود البيان، انت بصيت فيه مرتين، مرة خدت الأفعال سواء خدمات أو تدريب والمصروفات من اول الرواتب الى الادوات الكتابيه، واعديت بيهم قائمه الدخل، واخدت المسحوبات الشخصيه وراس المال اول فتره واعديت بيهم قائمه حقوق الملكيه. البيانات المتبقيه عندك اللي هي من اول لفظ النقديه الى الموردين دي اللي انت هتعد بيها قائمة المركز المالي. فهعمل ايه؟ هقول النقدية والاراضي والمباني والالات والمعدات كلهم اصول، فهروح مسطر جدول ومسميه قائمة المركز المالي في 31/12/2015، واول عنوان لازم اكتبه الاصول، وانقل الاصول المعطى وجنب كل اصل قيمته نقدية 120,000، أراضي 500,000، مباني 300، آلات ومعدات 320، العملاء 145، وأجمعهم ويبقى المجموع اسمه مجموع الأصول.
بعد ما خلص الأصول أكتب عنوان اسمه الالتزامات. ما عندكش في التمرين غير التزام واحد اللي هو الموردين. فهروح نقله وكاتب قيمته. يبقى أنا كده سجلت الأصول والالتزامات. آخر شيء أو آخر جزء بيدرج في قائمة المركز المالي حقوق الملكية. تكتب عنوان حقوق الملكية وتكتب أسفل هذا العنوان رأس المال آخر فترة، وتنقل الرقم اللي انت جبته في القائمة السابقة مباشرة اللي هي قائمة حقوق الملكية. عشان كده بتعد قائمة الدخل في الأول عشان تصل من خلالها لصافي الربح، تقوم تقدر تستخدم صافي الربح في إعداد قائمة حقوق الملكية، وتعد قائمة الملكية عشان توصل رقم رأس المال. وتستخدم رقم رأس المال آخر الفترة في إنك تعد قائمة المركز المالي. هندردش بس مع بعض شوية حاجات كده. أنا فتحت الدردشة، أنا خلصت المحاضرة كده. لو جيت قلت لك في الاختبار شراء مبنى بمئة ألف ريال على الحساب، مين الطرفين ومين اللي زاد ومين اللي نقص؟ لو في نقص، يعني لو انا جبت لك العباره دي في الاختبار وقلت لك شراء مبنى على الحساب يؤدي الى، هتختار ايه من الاجابات الصحيحه من الاربع اجابات؟ يعني اغلط دلوقتي احسن ما تغلط في الاختبار. فانا عاوز ناس تكتب. اول شيء يا زينة، على فكرة الكلام مش موجه لك، الكلام موجه للكل والله. فضلا فضلا لا تستمع لفيديوهات شرح محاسبة على اليوتيوب. ما انتش عارف اللي بيشرح دخل فيته ايه، يعني ما انتش عارف هل هو دكتور محاسبة، هل هو مثلا طالب. انا مش بقصدك انت يا زينب والله انك تسمعي، انا بتكلم بصفة عامة. ليه؟ احد الاخطاء الشائعه ان انا لما اقول لك شراء مبنى على الحساب تقول لي الاصول زادت. لا، سميها بمعنى تقولي لي المبنى زاد بمئة الف ريال وهكمل صح زي ما انت كنت قلتي، والموردين زادوا بمئة الف ريال. ليه بقى بلفت نظرك للنقطه دي؟ هتلاقي ضمن الاختيارات في الاختبار الاصول زادت ب 100,000 ريال، اوعى تفترض. دي غلطه. الاصل سميه اسمه، سميه مبنى، سميه الات، سميه اساس، سميه ادوات مكتبيه، وخلي بالك اللفظ بيبقى موجود في العباره، يعني لازم اقول لك اشتريت طياره، يبقى الطياره اصل، سميها بقى طياره. اشتريت مبنى، يبقى المبنى اصل، سميه مبنى، وهكذا. طيب لو قلنا سداد رواتب الموظفين نقدا، يعني دي في الاختبار قلت لك سداد رواتب الموظفين نقدا يؤدي الى، مش شرط قيم، يعني مش شرط اقول لك قيمه، لان عاوزك بس تحدد لي مين اللي يزيد ومين اللي ينقص، او مين اللي ينقص ومين اللي يزيد. مفيش حد. طب مفيش حد وصل لطرف وانا ساعده في الطرف الثاني. ينقص راس المال، الله يكرمك يا اكرم، انت كنت فين؟ ينقص راس المال وينقص النقديه. جبت لك انا الطرف الثاني اهو. نهاد نقص النقديه معاكي، نقص النقديه معاكي، تمام.
انها ما ينفعش حتى لغه عربيه، او بلاش لغه عربيه، تنفع لغه عربيه، ما ينفعش اقول في المحاسبه زياده مصروفات الرواتب، ما هي الرواتب دفعت يا ما اتدفعتش، فما اقدرش اقول الرواتب زادت ونقصت، انما ممكن اقول ايه راس المال نقص عشان الرواتب دي مصروف. نهايه انا بتكلم نهايه راس المال نقص عشان انا بتكلم على مصروف، يعني المفروض في وسط الاجابات وانا بختار اختار ان راس المال نقص والنقديه نقصت. على فكره الموضوع ده مهم بالنسبه لكم في تخصص محاسبه، هتفضلوا تستخدموه في كل مقرر دراسي انت عاوز تدرسه. طيب لو قلنا شراء سيارة والسداد بعد سنة، شراء سيارة والسداد بعد سنة، شركة اشترت سيارة وهتدفع بعد سنة، لا اسمها الموردين زادوا الأقرب، اسمها الموردين زادوا، انت بتفكر صح بس مش عارف تنطق، يعني المصطلح مش سعفك، فانا بعودك بس على المصطلح عشان تلاقيه في وسط الاجابات. انت هنا قصدك ان الموردين زادوا، طب فين الطرف الثاني؟ ما تشعلقنيش، ما هو ما ينفعش عمليه بطرف واحد، السيارات زادت كاصل والموردين زادوا كالتزام، الله يفتح عليك كده نهائي. زينب السيارات زادوا، فين الطرف الثاني زين؟ فين الطرف الثاني؟ لا لا الطرف مالكيش دعوه هم قالوا ما قالوش. مالكيش دعوه قالوا ما قالوش، الطرف الثاني هيبقى الموردين وزادوا. عاوز اشوف المصطلح انت هتعرف تنطقيه ولا لا بس. خلاص؟ وده السبب ان انا في مقرري بالذات ما بقولش ادي تكليفات، لانك ممكن تختار الاجابه في التكليف وبتختار صح وهتخطف في الاختبار، فببقى محتاج ان انا عاوز المصطلحات وخاصه في مقرر زي المبادئ احنا نتفق عليها بس لا اكثر ولا اقل. المحاضره كده انتهت الحمد لله، ونقابلكم غدا باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.